بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في مثل الزارع الرب يسوع بيعلن أنه هو الذي يزرع الكلمة، كلمة الملكوت، يزرع كلمة الحياة. وبيزرع في كل أنواع القلوب. طب يا ربنا أنت بتدي كلمتك حتى للناس اللي أنت عارف إن هم هيرفضوها، بتدي يا رب كلمتك للناس اللي هيقبلوها، يقبلوها لوقت قصير لكن ما عندهمش أصل، مش متأصلين، مش واخدين حياة جديدة، هينكروك يا رب بعد كده لو جات تجربة. لكن من محبة ربنا إنه يبذر بذار الحياة وكلمة الملكوت للجميع، هو يريد أن الكل يخلصون. مهما كان القلب، ربنا عنده رجاء أن القلب ممكن يتغير. ربنا من محبته حتى القلب القاسي لازال يتكلم معه. ربنا كلمته حية وفعالة، وكلمة ربنا حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. القلب اللي بيستقبل كلمة الله الحية والفعالة المفروض يستجيب إلى قوة الكلمة، لكن اللي بنشوفه إن ناس كتير بتسمع لكن ما بتفهمش، ناس كتير بتسمع لكن لا تعمل بالكلمة، ناس كتير بتسمع لكن الشيطان يجي يخطف الكلمة. ايه اللي بيحصل؟ ليه يا رب يسوع بتسمح ان كلمتك القوية، الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة، كلمة ربنا معناها قوته، كلمة ربنا معناها ذاته، مش المسيح بنقول إن هو الكلمة المتجسد، الله الكلمة. فكلمة الله أيضا قوية مثل الله نفسه، لكن تتصوروا إن ربنا يعطي حرية الإرادة للإنسان أن يقبل الكلمة أو لا يقبل الكلمة. علشان كده المسيح بيقول آدي الزارع قد خرج ليزرع، وربنا بيوزع وبيعطي الجميع لكي الكل يسمع، ولكي تخرج الكلمة من فم الله وتنزل على جميع القلوب، قلوب البشر. ويا بخت الإنسان اللي يسمع ويفهم، ويا بخت الإنسان اللي يسمع ويعمل بالكلمة. صدقوني
ساعات أبص للتسجيلات وأبص هل فيه ناس في وسط العظة ناس نايمة، إيه اللي بيحصل؟ الشيطان بيلقي سبات على الناس علشان ما تسمعش الكلمة، الناس تسرح وابونا بيوعظ، الناس تسرح لما بتيجي تقرأ الإنجيل، لما بنيجي نصلي القداس الناس في عالم تاني. يا جماعة خلوا بالكوا، الشيطان واقف مستني علشان أول ما تنزل كلمة ربنا على قلبك أو على فكرك يخطفها بسرعة، يديلك شوية نعاس، شوية كسل، شوية تراخي، يخلي الكلمة مشوشة في عقلك، ما انتش فاهم اللي بيتقال في الكنيسة ايه. بتيجي الكنيسة وانت شاعر ان الكلام ده مش ليك، ده الكلام اللي بيتقال يا جماعة في الكنيسة بيتقال كلام الانجيل لكل واحد ولكل واحدة فينا. لو قرينا كلمة ربنا الاف المرات لازم نعرف انها موجهة الي شخصيا علشان تغير قلبي وتجدد حياتي. ده النوع الاول اللي هو اللي سقط على ايه؟ سقط على الطريق وجاءت طيور السماء واكلته، اللي هي شياطين، شياطين. ودي اول حاجه لازم نعرفها. في النوع الاول الشيطان هو اللي بيخلي الكلمه ملهاش تاثير في حياتك. يبقى اول حاجه النهارده عايزين نتعلمها ان احنا نخرج الشيطان بالكامل من كل دوائر حياتنا. ما تخليش للشيطان مكان في عقلك ولا في قلبك ولا في بيتك. عايز انك تسمع الكلمة وتفهمها، اطرد الشيطان من حياتك. ما تخليش الشيطان متسلط عليك بسبب خطية انت متمسك بيها، بسبب عادة انت مش عايز تبطلها. الشيطان بيتحكم في الانسان امتى؟ لما الانسان بيخضع لسلطانه. الشيطان ما عندوش غير حاجة واحدة بيستخدمها اسمها الخطية. الخطية معناها ايه؟ معناها تعدي وصية الله. الشيطان بيمسكك في خطية بغضة قاتلة ومتقدرش انك تسامح انسان. تيجي كلمة ربنا مهما ربنا يكلمك عن المحبة ما انتش فاهم يعني ايه المحبة. معقول انا هنسى للانسان ده اللي عمله فيا؟ ده انا مستحيل ان انا اغفر ليه، ده عمل فيا كذا وكذا وكذا وكذا. تسمع كلام عن المحبة من هنا للصبح ما انتش قادر تحب، مش قادر تغفر، مش قادر تسامح، لان الشيطان مسكك في خطيه بغضه وتحكم فيك من خلال هذه الخطيه. لسه واحده من كام يوم بتقول لي يا ابونا بطل تتكلم عن المحبه في الكنيسه بقى، الناس ما بتحبش بعض. هقول لها لا، ده انا هقعد اتكلم عن المحبه عشان انا اللي بتكلم، ده المسيح نفسه ما كانش بيتكلم. اكتر حاجه اتكلم عنها الكتاب المقدس في العهد الجديد المحبه، ما فيش غير المحبة. لدرجة يعني ان المحبة اصبحت هي الفضيلة الاساسية للايمان المسيحي. الانسان المسيحي ببساطة كده الانسان اللي عنده محبة، لكن ما عندوش محبة ده يبقى لا عرف المسيح ولا داء المسيح ولا عرف ربنا حتى، لان الله محبة. فعشان كده يا جماعة بقول لكم في منتهى الخطورة ان الشيطان يحط في قلبك خطية بغضة، والبغضة ممكن تخلي الانسان يبقى عنده حسد وعنده غيرة. الانسان مش طايق ان حد يكون احسن منه، انسان يتكلم على اخوه بالصح وبالغلط لانه عنده غيرة. عشان كده يا جماعة ما كناش هنتحرر من اسر الشيطان مش ممكن هنستفاد من كلمة ربنا. وانت قاعد في الكنيسة وفكرك لسه بيفكر في حاجات حصلت لك وناس مضايقينك وازاي انك انت تخلص طارك منهم، عمر الكلمة ما هتجيب في فايدة. النهاردة اتحرر من اسر الشيطان علشان كلمة ربنا تنزل على قلبك وعلى فكرك وعلى حياتك وتغيرك وتجددك وتديلك حياة ابدية.
الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. النوع الثاني بقى اللي قال عنه المسيح، وده نوع الحقيقة لازم النهاردة برضه نفتح عينينا ليه قوي. البعض البذور دي اللي خرج الزرع ليزرع، اللي هي كلمة ربنا برضه، ما هي دي كلمة ربنا وهي الزرع، طقع على قلب، القلب ده قلب حجري، تربة حجرية، أم الإنسان ممكن قوي يفرح لما يسمع وعظة كويسة، لكن الوعظة دي دخلت في قلبه؟ لا، دخلت في عقله بس فرحته. يا سلام يا سلام على الكلام اللي سمعته من أبونا النهاردة، يا سلام على الوعظة اللي شفتها في القناة الفضائية الفلانية النهاردة، فلان اللي قالها كلام حلو خالص فرحني، لكن القلب لسه إيه؟ حجر. القلب حجر، القلب قاسي. امتى القلب هيتغير؟ امتى الحجارة اللي جوه هتلين؟ ان ما كانش القلب يتغير يا جماعة ويتجدد ويصبح قلبا جديدا زي ما قال داود النبي وصرخ، قلبا ايه؟ نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في احشائي. ما ينفعش يا جماعة كلمة ربنا لما تنزل على القلب القاسي يفضل قاسي. طب انا ايه موقفي من قلبي اللي زي الحجر ده؟ اقدر اعمل فيه ايه؟ ما اقدرش اعمل حاجة فيه. اقول له يا رب غير قلبي، اقول له يا رب غير قلبي، شيل القلب الحجر وديني قلب لحم. ده من حقي، لان دي آية في الكتاب المقدس، اعطيكم قلبا جديدا. هو القلب ده اللي انا بطالب به النهاردة. اقول له يا رب انا مش عايز القلب ده، لازم اتأصل، عشان اتأصل في الايمان اخد القلب الجديد. عايز اقول لكم يا جماعة في منتهى الصعوبة انه بعد ما ربنا يبتدي تديله قلبك وتديله حياتك، وربنا ينقي الحجارة اللي موجودة في قلبك، أم أنت ترجع الحجارة تاني. دي حصلت، شوفوا في سفر أشعياء النبي وفي الإصحاح الخامس يقول إيه؟ يقول لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، فنقبه ونق حجارته وغرسه كرم ثورق، وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة. يقولك إيه؟ فنقبه وإيه؟ ونقى حجارته. صدقني يا ما ربنا بينقي الحجارة اللي موجودة في قلوبنا وبيشيل القساوة وإحنا بنرجعها تاني. يقابلنا موقف قلبنا يتأسى، مش عايزين إن إحنا نتنازل عن حقوقنا. نقبه ونقى إيه؟ حجارته وغرسه كرم ثورق ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع إيه؟ عنبا رضيا. شوفوا بقى يا جماعة، أنا عايز أقول النهاردة دينونة عدم الإثمار صعبة أبدا، أوي أوي أوي. ربنا لما ينقي قلبك، ربنا لما يغرس كرم ثورق، ربنا لما يكمل كل شيء من أجلك على الصليب، قال قد أكمل، وانت قلبك لسه قاسي، ايه الحكاية؟ يقول الآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه؟ ايه اللي ممكن أعمله تاني؟ ايه اللي ممكن اعمله تاني؟ بنتكلم عن المحبة، والمحبة دي ما هياش شيء احنا هنحاول نعمله بارادتنا، لانه ارادتنا ومحبتنا البشرية قاصرة. لكن في رومية 5:5 يقول لان محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فانت بتاخد محبة ربنا بالروح القدس. ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه؟ حياة جديدة ادهالك المسيح،
ادالك انك انت تتمتع بالخلاص بالنعمة، ادالك كل بركات الصليب والقيامة، مفيش خطية ممكن تسود عليك، لأن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ ادالك كل إمكانيات الحياة الجديدة بقيامته من الأموات. عشان كده يقول إيه؟ ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رضيا، ثمار رضية؟ فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي. خلي بالكم الكلام ده بيتحقق اليومين دول. ماذا أصنع بكرمي؟ أنزع سياجه فيصير للرعي. ربنا لما يرفع الحماية عن بيت، البيت يخرب. ربنا لما يرفع الحماية عن قلب، القلب يخرب. ربنا لما يرفع الحماية عن بلد، البلد تخرب. اوعى تقولوا ربنا ليه سمح باللي احنا شايفينه، وكل يوم بنسمع اخبار في منتهى الصعوبة. الدمار اللي احنا فيه، الدمار الاقتصادي جاي من الدمار الاخلاقي، جاي نتيجة الثمر الرضي اللي موجود. يقول كده انزع سياجه فيصير للراعي، اهدم جدرانه فيصير للدوس، واجعله خرابا. ادي كلام ربنا، اجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب، فيطلع شوك وحسك، واوصي الغيم ان لا يمطر عليه مطرا. خلاص مفيش مطر، ما ربنا ياما بعت مطر. المطر بيتكلم عن ايه؟ المطر هو تعليم الانجيل. ما الناس بعد ما تشبع من تعليم الانجيل وتسمع ومتفهمش والقلب يتأسى، ربنا يعمل ايه؟ يقول في سفر العبرانيين الاصحاح 6، لان ارضا شربت المطر الاتي عليها، المطر اللي هو تعاليم الكتاب المقدس، مرارا كثيرا وانتجت عجبا صالحا للذين فلحت من اجلهم تنال بركه من الله، اما اذا انتجت شوكا وحسكا فهي مرفوضه وقريبه من اللعنه التي نهايتها للحريق. ده النوع الثاني، قلب حجاره، قلب قاسي. في ترجمه تقول القلب كان قاسي، كان وفضلت انا ايه؟ قاسي، ولما فاض كاسي بديت ايه؟ مشيت وياك. ريت النهارده اقول له يا رب انا عايز اقول ان قلبي كان قاسي، لكن دلوقتي اشكرك عشان انت هتديني دلوقتي القلب الجديد اللي فعلا يقبل الكلمة، يفهم الكلمة، ويعمل ايه؟ ويعمل بالكلمة. النوع الثالث قال عنه ان الكلمة لما نزلت ابتدت تنبت، لكن في شوك وفي حسك موجود في الارض. في شوك يا جماعة، في شوك. عشان كده الشوك ده خنق الكلمة، خنقها. يعني انسان ابتدى يسمع كلمة ربنا ويقبل كلمة ربنا، يا سلام، يا سلام على طريق الخلاص والحياة الأبدية. مفيش أحلى من كده، أنا همشي مع ربنا. طب وبعدين؟ خلاص هبتدي أصلي وابتدي أصوم، ابتدي أقرأ الإنجيل، حاجات كويسة قوي. لكن موجود في القلب شوك، ايه هو؟ هموم هذا العالم وايه؟ وغرور الغنى، الاتنين موجودين في القلب. قوم الانسان يبتدي ينمو روحيا كده، ويبتدي يصلي، يبتدي يقرا في الانجيل، يبتدي يجي الكنيسه، يبتدي يعترف، يبتدي يتناول، يبتدي له علاقه مع ربنا، لكن في نفس الوقت هم هذا العالم مسكه، غرور الغنى مسكه. ودي الحاجة الثالثة. يعني كلمنا عن الأول عن الشيطان بيخطف الكلمة، القلب القاسي، الطبيعة العتيقة. الحاجة الثالثة العالم، العالم، العالم موجود في القلب. ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش ان احنا نعرج بين الفرقتين، يا إما الله يا إما العالم.
يا إما الله يا إما المال، لا تقدروا أن تخدموا سيدين. هموم العالم وغرور الغنى بيخنق الكلمة. عشان كده يقول يوحنا الرسول: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي إيه وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فهو يثبت إلى الأبد، يثبت إلى الأبد. فده النوع الثالث، هموم العالم، هم العالم. هموم العالم غير غرور الغنى. هموم العالم الإنسان عنده هم، عنده هم. الهم ده نتيجة حاجات كتير قوي، مهموم. في ناس مهمومة يقول لك أنا خايف على مستقبل أولادي، في ناس مهمومة خايفين على اللي هيحصل من الزلازل والمجاعات والأوبئة، في ناس خايفة لأن مفيش أمان في حياتها، عدم الأمان، مفيش أمان. ومهما كان عندهم برضو مش شعرين بالأمان. ده اسمه هموم العالم، خايفين من بكرة، مع أن الإنجيل والمسيح قالها بكل وضوح في الموعظة على الجبل: لا تهتم إيه بالغد، فإن الغد يهتم بنفسه، يكفي اليوم شره. يا سلام لو الإنسان يتعلم أنه يعيش اليوم بيومه، يكفي اليوم شره. النهاردة ربنا بس أفكر إزاي أنه هيكمل اليوم معايا، ورب النهاردة هو كان رب امبارح وهو رب بكرة كمان. اللي كان معايا امبارح معايا النهاردة ومعايا، وها أنا معكم إيه؟ كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يا جماعة بلاش بلاش نهتم، بلاش نهتم، مش نهتم أو نهتم زيادة عن اللزوم. ممكن نهتم لكن ما نشيلش الهم. ألقي همك على إيه؟ على الرب فهو يعولك. وفي حد بيفسرها ويقول لك إيه؟ ألقي همك، هم واحد، ما قالش همومك. ليه؟ لأنك أنت لو شلت هم على هم على هم مش هتعرف أنك أنت تلقي همك على الرب. لكن أول ما يجي لك هم واحد ألقيه على الرب، والتاني اللي وراه على طول تلقيه على الرب، فهو إيه؟ فهو يعولك. لكن غرور الغنى دي يعني الإنسان نفسه يبقى غني، فكل اللي تعبه وكل اللي مضايقه ان ازاي ان هو لسه ما بقاش غني لغايه دلوقتي. غرور الغنى، طلب الغنى. مش لازم الانسان يكون اصلا غني، لكن حتى لو كان هو مش غني نفسه يبقى غني. علشان كده ممكن قوي ان هو في وسط ابتدى كويس مع ربنا وابتدى فعلا ينمو في الحياه الروحيه، زي الصنف الثاني اللي هو اللي كان على الحجر ده، القلب القاسي. اول ما تيجي التجربه وتيجي الضيقات ينكر المسيح. ليه؟ لأنه أصله مفيش، ما كانش القلب، ما كانش اتغير، ما كانش اتجدد. هنا في القلب الثالث ده اللي هو الشوك اللي فيه غرور الغنى ده، أو الإنسان ما يشوف طريق للغنى ينسى ربنا. بنشوف ناس كتير كده يبتدي يعمل مشروع، المشروع ينجح، بطل يجي الكنيسة، بطل يصلي، بطل يقرأ الإنجيل، مفيش علاقة مع ربنا، لأنه شاف السكة أو السكة اللي كانت موجودة في قلبه ما كانش حرسها، ما كانش طلع الشوك قبل ما يبتدي مع ربنا، ما كانش خد عهد إنك يا رب أنت هتبقى أول حاجة في حياتي، أنت الهدف الأساسي، ومهما رب اديتني في العالم أو خدت مني أنا مش حسيبك. لكن تبص تلاقي إن غرور الغنى، غرور الغنى بيضيع ناس كتير. صدقوني أنا نفسي النهاردة كلنا نكون من القلب النمرة 4، التربة الصالحة. يا سلام اللي جابت ثمر إيه؟ 30 إيه؟ وستين ومية. يا 30 وستين ومية. أقول له يا رب أنا عايز أبتدي أجيب ثمر. ربنا صدقوني بيبص كده وبيدور على إنسان الثمر اللي فيه 30 عشان يزوده 60، واللي عنده 60 عايز يخليه يبقى 100. أصل هو اللي بيدينا القوة عشان نثمر، ونثمر بالصبر.
اوعى انك انت تفتكر انك انت بين يوم وليلة هتبقى قديس. لا، انت محتاج انك انت يكون عندك مصابرة في قراية الانجيل، في الصلاة، في الخدمة، في عمل الصلاح. قلبك بدام مع ربنا وحاطط المسيح هدفك، ومفيش لا شيطان في حياتك، ومفيش لا حجارة في حياتك، مفيش شوك في حياتك، هيبقى فيه ثمر. وانا عايز ارجع لغلاطية 5:22 علشان نرجع تاني الكلام اللي قلته من شوية. اما ثمر الروح فهو ايه؟ محبة، محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. نفسي أبتدي بالمحبة. مش عايز حد يقول لي في الكنيسة يا أبونا ما تتكلمش عن المحبة، الناس ما عندهاش محبة في الكنيسة، دي حاجة تزعل. أنا بقول الكلام ده علني، وحيتشوفوا ناس كتير، مع أن كنيستنا احنا بالذات معروفة بالكنيسة اللي فيها محبة. مش عايزين الكلمة دي نسمعها، عايزين الثمر فعلا، ان كل الناس تحس ان احنا بنخدم بعضينا بعض من قلب طاهر بشدة. الناس بتجيلنا من مصر على سمعة الكنيسة ان احنا بنستضيف الغرباء وبنحبهم وبنعمل كذا وكذا، انما الشيطان عايز يزرع بذور بغضة، مش عايز اقول عداوة، بغضة او كراهية في قلبك. اوعى تستجيب لي، يضيع خلاصك، يضيع ابديتك. انا عايز اول ثمر النهاردة اقول له يا رب انا عايز محبة، محبة من قلب طاهر بشدة. عايز احب كل الناس، عايز احب حتى اعدائي، حتى الناس اللي اساءوا الي، الناس اللي شهروا بيا، وياريت ما نشهرش بحد ولا نجيبش بسيرة الحد، لكن انا بتكلم على الانسان اللي عايز يعيش للمسيح، اللي عايز يغتصب الملكوت، عليه يمسك في المحبة وقول له يا رب انا اول ثمر هتشوفه في حياتي، وده يا رب مش من عندي، من عندك برضو، لان محبتك هي اللي هتنسكب في قلبي بالروح القدس. لإلهنا كل مجد من الان والى الابد، امين. Send me.